كنت عارف ومتأكد إنك مش هتسيبهم. وأنا كنت عارف إنك هتمشيهم زي ما أنت عايز بالظبط. بس دلوقتي هم اتأكدوا إنك لسه عايش. يعني أكيد هيرجعوا يدوروا عليك. يدوروا. هم مسكوني قبل كده. بس أنا مش هسمح إن ده يحصل تاني. الليلة في حاجات كتير لازم أعملها. وحمزة تفتكر هيعيش؟ هيعيش. حمزة مش هيموت دلوقتي. هقتلك هقتلك. مساء الخير يا فندم. سيادة الوزير طالب سيادتك في مكتبه حالا. ايه هتعملي مش شايفاني؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انت مالك؟ اوعى تفتكر ان انا هسيبك. ها حسابك معايا بعدين. مصيبه اللي حصل ده، مصيبه والمسؤول عنها لازم يتحاسب. شايف؟ شايفة سعادة البيه؟ تفتكر كم واحد اتقتل الليلة دي؟ تفتكر البلد كلها بتقول علينا ايه دلوقتي؟ لما اكلمك رد عليا يا فندم. اللي حصل ده غير متوقع. احنا كلنا كنا فاكرين ان الهدف في العملية الجاية هو سيادة رئيس الوزراء. سيادة رئيس الوزراء طالب مني دلوقتي رد رسمي من الوزارة. ارد عليه واقول له ايه؟ كنا بنحمي سيادتك وسيبنا البلد تولع؟ انفجار. انفجار وفين؟ في مؤتمر الاعلاميين اللي بيهاجمنا كل يوم. المسؤول عن ده مين؟ واحد كان في ايدينا. فاهم يعني ايه في ايدينا؟ وسيبناه يهرب. مش جابر يا فندم اللي نفذ العمليه. اللي نفذ العمليه وهرب جابر سليم. سليم فواز. يعني ايه؟ سليم فواز ده مش اتنفذ في حكم الاعدام؟ لا يا فندم، واضح انه ما اتنفذش. سليم عايش يا فندم. واحنا سيادتك بنحاول نشوف ايه اللي حصل، وانا بنفسي بتابع الموقف. انا مش عايزك تتابع اي حاجه. اعتبر نفسك انك قدمت استقالتك. وانا قبلتها يا سياده اللواء. انا قبلتها. اوامر سيادتك. طيب طيب. في ايه؟ عملت ايه اللي انت عاوزه؟ لسه. Thank you.
ايه دول يا ماما؟ بقول لك ايه، انا لميت هدومي وهدومك، لو ناقصك حاجه لميها بسرعه ويلا بينا. يلا بينا على فين؟ على بيتي. ما هو لو سليم لسه عايش فعلا يبقى لازم نسيب هنا دلوقتي. تسيب البيت وتمشي، بيدوروا عليك دلوقتي. سيب بيتي وروح فين؟ اهرب. اهدي يا ماما بقى والنبي، احنا بقالنا ساعة بنتكلم في الموضوع ده. قولي اللي تقوليه، برضه هنمشي. أنا مش همشي، أنا قاعدة هنا، امشي أنت لو عايزة. لا، هتمشي معايا غصب عنك، ما أنا مش هسيبك هنا لحد البوليس بيجي يقبض عليكي تاني. ما هو لو البوليس عايز ياخدني هياخدني سواء من عندي ولا من عندك. وبعدين أنا عارفة، أنت مش خايفة من البوليس، أنت خايفة لسليم هو اللي يجي. سليم مات، حتى لو عايش، ملوش دعوة بينا، يعيش يموت يتحرق بجاز، ملوش دعوة بينا. يبقى خلاص اتفقنا، طالما ملناش دعوة بيه يبقى سيب بيتي ليه؟ طب افرضي فعلا عايش وجالك هنا، هيجي ازاي؟ بس الدنيا كلها مقلوبه عليه وهو عارف ان اكيد بيتي متراقب. طب وحمزه؟ لا حمزه ولا سليم ليهم حاجه عندي خالص. انا بس النهارده رحت لحمزه المستشفى عشان اتاكد اذا كان سليم عايش ولا لا، بس لما فكرت لقيت ان انا خلاص مش فارقه معايا، انا عايزه اكمل حياتي واركز في شغلي. يعني يجرى ايه لو ركزتي في شغلك وانت معايا في بيتي؟ ما انت يا ماما هنا معايا في بيتي، هتفرق في ايه؟ بس ارجوك يا ماما، انا مش عايزه الخبط حياتي اكتر ما هي متلخبطه. فكري وشوفي وبراحتك، عايزه تروحي بيتك انت حره، عايزه تقعدي هنا برضو انت حره، انا مش همشي من هنا. وارجوك دلوقتي سيبيني اقوم اخد دوش واجهز عشان اروح الشغل. الحمد لله على سلامتك. عامل ايه دلوقتي يا حمزه؟ سليم كابر. سليم ما ماتش. سليم ما ماتش. ايه ده حمزه؟ سليم عايش. عرفنا ان هو لسه عايش، كلنا عرفنا. سليم انت كان عندك حق. حاول ما تتكلمش دلوقتي عشان الكلام خطر عليه. لازم ابلغ لهم. حمزة أنا عايز أقول لك إن اللواء مجدي خلاص ما بقاش في الخدمة. سيادة الوزير أصدر أمر بإقالته النهاردة بعد اللي حصل. واللي هيمسك القضية بعديه سيادة اللواء سيف مساعد الوزير. يبقى لازم أخرج. أنت بتعمل إيه؟ الحركة ممنوعة عليك خالص، ممنوع الحركة عليه. لو سمحتوا يا جماعة أنا قلت لكم ممنوع الكلام في الشغل، بلاش نتكلم في الشغل لو سمحتوا. لازم أخرج. يا حمزة اسمع كلام الدكتور. لو خرجت دلوقتي مش هتقدر تعمل أي حاجة وأنت في الحالة دي يا ابني. حمزة لو سمحت إيه ده؟ ايه ده وسيبني انا اتصرف؟ ايه ده بس؟ مفيش وقت. كان لابس. ممكن بعد اذنكم يا جماعه تسيبوه يرتاح شويه وبلاش كلام في الشغل؟ طيب انا لازم ارجع الوزاره، عن اذنك يا فندم. اتفضل بقى وانا هستنى. بعد اذنك يا دكتور. اتفضل. هستنى بقى. انت مين؟ انا سليم.
مش هتأخر عليك. دكتور السكت. ايه ده يا حمزة بتحركش؟ دكتور السجن كان عارف من الأول. ازاي عدت عليا الحكاية دي؟ أنا لازم أروح. لازم أروح له علشان ألحقه. يا حمزة أنت مش لازم تخرج من هنا، لازم ترتاح يا ابني. لازم ألحقه. سليم مش هيخليني أرتاح أبداً. اهدى يا حمزة، اللي ينفع الخطر عليك يا ابني. صدقني يا ست، دكتور السجن هو اللي ساعد سليم في كل حاجة. هو اللي خرجه علشان يقتل اللي هو مختار. وبعدها رجع السجن تاني. رجع تاني ازاي؟ العربية اللي نقلت جثته هي اللي رجعته السجن تاني، وفضل فيها علشان كان عارف ومتأكد ان انا هرجع علشان اتأكد اذا كان مات ولا لا بعد ما قتل اللي هو مختار. وهو ده اللي حصل، وده اللي كان عايزه سليم. ومن ساعتها وانا بقول سليم ما ماتش ومحدش مصدقني. انا لازم اخرج. انا لازم الحق الدكتور. لازم. في حد وصل البوكيه ده للست المقدم؟ من مين رنت الورد ده؟ مش عارف. مالك يا حمزه؟ في ايه مالك؟ سليم. أنا رجعت على ملف القضية بسرعة ولقيت إن حمزة كان عنده حق. سليم كان لابس بدلة خاصة تحت هدوم السجن عشان يعدي من تنفيذ حكم الإعدام. البدلة دي كان فيها حبل، في آخر الحبل فيه خطاف، الخطاف ده كان متثبت في حبل المشنقة بحيث لما يتعلق البدلة اللي لابسها دي هي اللي تشيل وزنه مش رقبته، يعني زي ما بيعملوا في الأفلام والمسلسلات العربي. يعني سيادتك تقصد؟ أيوة كده مظبوط، وده معناه إن اللي نفذ حكم الإعدام كان متفق مع من قبلها، لأن استحالة سليم جوه السجن يقدر يوصل لبدلة زي دي. وعشان كده أنا عايزك تقبض على عشماوي ودكتور السجن. الاتنين دول هما اللي ساعدوا سليم على الهرب. وعشان نوصل له يبقى أول حاجة لازم نعملها هي إننا نقبض عليهم، مفهوم؟ مفهوم سعادتك. عن إذنك. بعد إذن سيادتك يا فندم، طب وبالنسبة لجابر اللي هرب؟ نفذ اللي بقولك عليه. وسيب لي موضوع جابر وهنعمل ايه وياه. اتفضل. عن اذنك. عايز ملف سليم فواز وملف المقدم حمزه صلاح يكونوا عندي في المكتب بسرعه. وحشتني يا بابا. انت مين انت؟ ها؟ انا ما اعرفكش. أنا سليم. أنا سليم ابنك يا بابا. ابعد عني. أنا ابني مات. مات وأنا دفنته بإيديا دول. الحمد لله على السلامة. حقك عليا يا بابا، حقك تبقى زعلان مني، بس انا كان لازم اعمل كده عشان الناس كلها تصدق ان انا مت بجد. ودي رجعت اهو وجيت عشان اشوفك اول واحد واطمن عليك. كتر خيرك.
انك افتكرت اخيرا ان لك اب وجد. جيت تطمن عليه بعد السنين دي كلها. جيت تطمن عليه اخي. كتر خيرك. متشكر قوي. كتر خيرك يا سيدي. بابا عشان خاطري بلاش الكلام ده. انت عارف كويس ان اللي حصل كان غصب عني. انت عارف كويس انا كنت فين وايه اللي حصل لي. طبعا كنت مع الناس اياهم اللي خربوا بيتك ودمروا حياتك وحياتنا. الناس دي ملهاش ذنب في اللي حصل لي. مش هي السبب. السبب ايه ولا ايه يا سليم؟ يا خساره يا الف خساره وخساره. ابن انا بقى ارهابي. انا مش ارهابي. انا بني ادم عادي واتظلم ومش قابل بالظلم ده وعايز اجيب حقي. وخدت حقك يا سليم. اديك قتلت زي ما حبيت. قتلت اللي قتلته. في النهايه خدت حقك. حتى احنا يا سليم انت ما فكرتش فينا لحظه واحده. ما فكرتش في مراتك. ما فكرتش فيا. ما فكرتش في ابنك. ابني هم اللي قتلوه. الحقيقه كلنا عارفينها ما تنكرهاش. مين اللي جاب ابنك لحد عندك؟ انت. مين اللي سابهم يقتلوه؟ انت. يبقى مين اللي قتل ابنك؟ انت. انت بتقول ايه؟ انا ابني اتقتل قدام عينيا وشفت مين اللي قتله ومش هسيبه. طبعا تقتله. واللي عاوز تقتله ده واحد تاني هتضيفه للمجموعه اللي انت قتلتها كلها. ما هي مش فارقه معاك. اللي انا بعمله دلوقتي خلاص انا خدت فيه قرار. ما كنتش مستني منك انك تساعدني او حتى تفهمني. لكن زي ما قلت لك انا جيت عشان اطمن عليك واشوف اذا كنت محتاج حاجه. اشفاق يعني؟ طب يا حبيبي اديك جيت واتفرجت عليا وشفتني. طريق السلامه. متشكرين او كتر خيرك. ألف سلام. ارجع لهم. ارجع للجماعة اللي انت معاهم. خلوهم ينفعوك. ده انت سليم حتى ما فكرتش لحظة واحدة في المصايب اللي ممكن تحصل لنا. انت اخترت. اتحمل نتيجة اختياراتك. لكن ما تحملناش ذنبك. مع السلامة يا سليم. الو بقينا بس جينا متاخر. يلا يا ابني. اتفضل يا حسين. تعال. السلام عليكم. تعال يا سليم. تعال. ازيك يا شباب؟ بارك الله فيك. تعال يا سليم. تعال. الله ينور يا رجاله. ها ايه رايك بقى؟ تمام. بس تفتكر امان ومفيش حد يعرف يوصل لنا هنا؟ طمن يا سليم. من ستر اخاه المسلم ستره الله يوم القيامه.
كل الناس اللي هنا حبايبنا واخواتنا، وبعدين محدش يفكر اصلا ان احنا موجودين هنا. قول لي، شفت الوالد؟ اه شفته. معلش يا سليم، بكره الناس تعرف يا ابني احنا بنعمل كده ليه. يلا يلا يلا، الاوضه اللي هتشتغل فيها دي خش كده بقى وروق، لو حاجه ناقصاك بقول لي. تمام. ازيك يا شباب؟ ايوه يا صالح، عامل ايه؟ الحمد لله. كله هنا تمام؟ الحمد لله كله تمام. حمزة انت فين؟ ايه اللي خرجك من المستشفى يا حمزة؟ ما طلعش عين ابونا معاك بقى يا اخي. الله، مش الدكتور قالك لازم تستريح؟ طب 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 خلاص يا حمزة، خلاص حصل خير، حصل خير. ماشي، انا طالع دلوقتي على الدكتور حسن دوت. اه هو ده الدكتور اللي حضر تنفيذ حكم الاعدام. ماشي، معاك على العنوان ولا ادهولك؟ نتقابل هناك. سلام. بص على كده ده يا باشا. ايه بهاء؟ حمزة، انت ايه اللي خرجك من المستشفى وليه؟ عملت ايه؟ هرب. عارف ان احنا جايين هرب، بس ما تقلقش انا هقلب الدنيا لحد ما اجيب امه. تعالى تعالى اقعد 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 استريح. تعالى ايه يا حمزه؟ في ايه؟ خرجت ليه يا حمزه؟ انت مش مكتوب لك خروج اصلا. مفيش وقت، لازم نعرف مين اللي في الوزاره ورا كل اللي بيحصل. وزاره؟ طبعا. دكتور وعشماوي سعد وسليم، ومش ممكن يكونوا عملوا كده حتى لو ضغط عليهم. لازم يبقى في حد تقيل في الوزارة متورط هو كمان. ايوه سليم، كنت عارف انك مش هترتاح كتير وهتنزل الشغل على طول. ازيك يا حمزة؟ اسمع يا سليم، اهدى، انت تعبان ومحتاج ترتاح، وانا عايزك ترتاح عشان عايزك بصحتك،
وفايق ومركز عشان اللعبة هيحلو الفترة اللي جاية. بقولك اهدى، لما تتحمق كده الجرح هيفتح تاني وانت راجل تعبان. يلا روح شوف شغلك وانا هبقى اكلمك تاني. ايه الاخبار يا سليم؟ الاخبار مش تمام طبعا، انا ناقصاني حاجات كتير قوي عشان اعرف اشتغل. ماله؟ كل اللي ناقصك اكتبه في ورقه وهيوصل لك لغايه عندي. جاهز ومكتوب، بس الحاجات دي تيجي بالظبط، ولا حاجه زياده ولا حاجه اقل. هروح المشوار اللي قلت لك عليه. سليم، انا سايبك براحتك. ها، متقلقش عليا. وسليم عارف ازاي انك خرجت من المستشفى؟ زي ما بيعرف كل حاجه بنعملها، علشان كده دايما سبب خطوه. في حد في الوزاره متورط مع سليم يا بهاء، علشان كده لازم نجيب الدكتور، ده اللي هيقولنا على كل حاجه. وعلى كده بقى لازم نشوف غاده تعرف ايه. يا كمان غاده ما تعرفش اي حاجه، دي كانت مصدقه ان سليم مات خلاص، ولما حاولت اتناقش معاها رفضت. يا حمزه، غاده عارفه ان سليم عايش وده اللي خلاها تجيلك المستشفى. غاده جت للمستشفى؟ ايوه جات لك المستشفى وانا شفتها، وغالبا كانت جايه تطمن انت مت ولا لا. الله، يبقى كده لازم اتكلم معاها. خليك ورا الدكتوره وانا هرجع اكلمك يا بهاء. يا اخيرا خلصنا. ما بقاش فاضل قدامنا دلوقتي غير نطبع ونسلم لمستر معتز. لا، خلي الموضوع الطباعه ده والشغلانه دي عليا، وريحي انت شويه قبل ما ابتدي نشتغل على المشروع بجد. ومعلش انا اسف ان انا اخرتك معايا النهارده. مش مشكله، بالعكس، المهم ان احنا خلصنا الشغل. وانا كنت عايزه اشكرك على كل حاجه انت عملتها معايا. انا عارفه ان انت اللي قلت لمستر معتز على كل حاجه حصلت. بس غدا، ممكن تسمحي لي اتكلم معاكي دقيقه بصراحه؟ اه طبعا، اتفضل. انا مش هقدر اكذب عليكي واقول لك ان انا مش عارف كل حاجه يعني عنك، قصدي يعني من الكلام اللي الناس بتقوله والجرايد واللي بيتنشر. انا عارف انك كنت متجوزه يعني. طب وعارف جوزي مين؟ اه، بس مش مهم، لان لا انا ولا اي حد من حقه ان هو يحاسبك او يلومك على حاجه مالكيش ذنب فيها، وانت لازم تكوني عارفه ده كويس. غدا، انت مش مجبره انك انت تدافع عن نفسك او تبني حواجز بينك وبين الناس تستخبي وراها، لانك اصلا ما عملتيش حاجه غلط. صدقني ما بقتش تفرق عملت ولا ما عملتش. لا تفرق، اصل لو على الناس انت عمرك ما هتقدري ترضيهم مهما عملتي او حاولتي. فارمي ورا ظهرك وما تساليش، بس لو عليك انت يعني لو تحبي تسمعي نصيحتي، ارمي اللي فات ورا ظهرك وما تفكريش فيه تاني، وابتدي حياه جديده، وما تسمحيش لحد ابدا ان هو يرجعك للي فات مهما حصل. ممكن؟ طيب انا اتاخرت ولازم اروح. يلا تصبح على خير. وانت منار. جبتوها؟ لقيته فين دلوقتي؟ طب يلا انا مستني. غادة.